النادي الاهلي لمباراه الترجي التونسي، بالتاكيد استعدادات مختلفه زي ما كان معانا زميلنا كريم احمد في بدايه الحلقه والحديث عن استعدادات فريق النادي الاهلي. بالتاكيد كمان جمهور النادي الاهلي عايز يعرف الترجي بيستعد ازاي، الاجواء الفنيه، الاجواء المعنويه، الحاله هناك في تونس بالنسبه للترجي ما بين قياده فنيه طبعا لمدرب تونسي بيقود فريق الترجي خالد بن يحيى، وايضا استخدامات عدد من اللاعبين وقيد ثلاثه لاعبين في اللحظات الاخيره، وهل هناك غيابات. عموما تفاصيل كثيره هتكون معانا من خلال مداخله هاتفيه مع الاستاذ علي عثماني رئيس تحرير موقع فوت سكوب التونسي والحديث عن هذه المباراه الهامه. استاذ علي، اولا برحب بك عبر شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الو استاذ علي. الو مساء الخير استاذ محمد، تحيه ليك وتحيه لكل مشاهدي قناه الاهلي. مساء الخير عليك، واولا طبعا عايزين نطمن منك عن حاله الاستعدادات وفريق الترجي التونسي كيف يستعد لمواجهه الاهلي، في ظل ان في الساعات الاخيره لفتره القيد تم قيد ثلاثه لاعبين لاستكمال القائمه الافريقيه بالنسبه لبطل تونس. بالضبط كابتن محمد، الترجي الرياضي طبعا بيستعد جيد لهذه المباراه، هي مباراه هامه تعرف نتيجتها الترجي كان ضمن الساحل للدور ربع النهائي، ولكن هي مباراة هامة تعرف في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. الترجي بيحاول نعم أستاذ علي اتفضل معاك سامعك. ألو الله يخليك، قلت لك الترجي أكيد بيستعد جيد للمباراة، تعرف هي مباراة هامة نتيجتها للفريقين، ولكن الترجي الرياضي باعتباره يستقبل هذه المباراة، هو الترجي كان ضمن التأهل للدور ربع النهائي ولكن سيحاول الانتصار في هذه المباراة حتى يضمن التأهل في المرتبة الأولى للمجموعة الأولى. هي مباراة هامة، الترجي بيستعد جيدا كما قلت لك للمباراة، كل اللاعبين جاهزين تقريبا بدنيا وفنيا باستثناء هذه المباراة ستكون في غياب وحيد صانع ألعاب الفريق سعد الدير باعتباره جمع انذارين في المباراة الأخيرة، سيتغيب عن اللقاء. في المقابل انه ترجي السعيد متوسط ميدانو فرانكوم، وايضا اللاعب الظهير الايمن سامح الدرباني ممكن يكون في التشكيله الاساسيه، اضافه الى معنا اللاعب الجزائري يوسف البلالي، المهاجم الجزائري يوسف البلالي تقريبا سيكون بنسبه كبيره في تشكيل الترجي بعد ان معناها تتعافى نهائيا من مخلفات الاصابه اللي بعدتها عن تشكيله الترجي في الفتره الاخيره. ابرز اللاعبين والثلاثه اللاعبين اللي تم قيدهم في اللحظات الاخيره قبل غلق باب القيد الافريقي هم مين، وهل من الممكن يكون في مفاجاه بتواجد احدهم في التشكيله الاساسيه لخالد بن يحيى؟ بالضبط، هو ترجي اضاف ثلاثه لاعبين في يعني اخر في اخر في اخر وقت قبل غلق يعني القائمه الافريقيه امس رسميا حسب لوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم. اللاعبين الثلاثه هم الحارس رامي الجريبي والمدافع المحوري محمد الي العقوبي، وايضا الظهير الايمن ايهاب المباركي هو اللاعب المتواجد في الفريق ولكن منذ السنه اللي قررت عرض لاصابه خطيره بعدت عن الملاعب لمده اشهر تقريبا. ممكن بنسبه كبيره سيكون ايهاب المباركي ممكن يكون في التشكيله، ولكن بالنسبه للحارس المرمى رامي زريدي ما اعتقدش انه يكون في التشكيله لان الترجي الحارس الاول حزين المعز بن شريبيه وجاهز، وايضا بالنسبه للمدافع محمد علي يعقوب اللي انضم مؤخرا الى التشكيل للترجي الرياضي، واعتقد انه خالد بن يحيى لن يجازف به معناه خاصه في مباراه مهمه مثل هذه، يعني يمكن اللاعب مازال غير جاهز بدنيا مثل هذه المباريات، ولكن تبقى بعض المفاجات في تشكيله المدرب خالد بن يحيى اللي يعتمد المدرب بن يحيى قد تكون معناه موجوده في مباراه الاهلي. استاذ علي، الا وانه الترجي خلاص يعني ضمن التاهل لمرحله الدور ربع النهائي بعد صداره المجموعه ب10 نقاط قبل مباراتين من ختام مباريات المجموعه الاولى، هل الصحافة والإعلام التونسي يتحدث على أنها مباراة الترجي يسعى للفوز لتأكيد الصدارة، أم أن الترجي سيحتفظ بعدد من اللاعبين حفاظا على يعني عدد من اللاعبين لا يحصل على إنذارات حفاظا عليهم من الإصابات حتى يتأهلوا ويكونوا جاهزين لمباريات الدور ربع النهائي؟ لا بالطبع، هي الصحافه الكل يعني الترجي تاهل رسميا حسابيا تاهل لدور ربع النهائي، ولكن الناس كل هنا سواء حتى في الترجي الرياضي التونسي من اطار فني ومسؤولين وجماهير وايضا الصحافه الرياضيه في تونس تعتبر ان هذه المباراه مهمه، الترجي سيلعب بدون حسابات يعني سيبحث عن الانتصار، تعرف انه بيحاول يتاهل في المرتبه الاولى، هو حاليا متواجد في المرتبه الاولى على بعد 3 نقاط
من فريق الاهلي وبيحاول انه ينتصر خاصه امام منافس مباشر تقريبا ورقه ترشح المجموعه الاولى الحصر بين الترجي الرياضي التونسي اللي هو تاهل حسابيا والاهلي اللي بالطبع معني اكثر فريق هنا في المجموعه بعد الترجي الرياضي التونسي معني باقتلاع ورقه الترشح للدور ربع النهائي. الترجي الرياضي انه مصمم على الانتصار، تعرف انه بيلعب ضد فريق كبير، الترجي فريق كبير، الاهلي ايضا فريق كبير، هما فريقين تقريبا من اكثر المرشحين لكاس اللقب الى جانب مازيمبي الكونغولي، ولهذا الترجي يعني بيحاول ينتصر حتى يضمن بنسبه كبيره التاهل في المرتبه للمجموعه الاولى، خاصه ان المباراه القادمه الترجي سيتحول الى سوازيلاند لمواجهه تاونشيب. بيحاول الترجي بيحسب الامور على ميدانه وامام جمهوره. طيب في جزئيه متعلقه بالجمهور والسؤال الاخير استاذ علي، هل من الممكن وكما هو متبع في هذه المباريات الكبيره مباريات الاهلي والترجي سنرى الاستاد ممتلئ عن اخره بالجماهير التونسيه، ولا هناك مشكله في حضور الجماهير؟ ونعلم ان هناك يعني ازمه في حضور الجماهير المتعلقه بجماهير الترجي، الروابط الجماهيريه هناك في تونس في هذه المباراه، لان عندي معلومه ان بنسبه كبيره عدد الجماهير هيكون قليل جدا في هذه المباراه. نعم بالطبع الجماهير الترجي هي دائما في الموعد، بتعرف انه حتى الترجي تقريبا عنده اكثر من 10,000 مشترك يعني، والرقم هذا اكيد مؤكد انه راح يرتفع في السنه هذه في الموسم الرياضي الجديد 2018-2019. الجماهير الترجيه اكيد بتكون في الموعد، خاصه ان المباراه كبيره ومباراه قويه وهامه جدا، ولكن تعرف انت الاعتبارات الامنيه دائما منذ حدوث الثوره في تونس يعني كما في مصر كما في عدد الدول، لانه العدد الجماهير المسموح به بيكون دائما قليل، والا لو كان يعني العدد معنى عادي كما قبل يعني اكيد بتجد حتى 60,000 و50,000 متفرج في مثل هذه المباريات. المؤكد انه الجماهير التونسيه اكيد باش تكون ترجيه بتكون متواجده في ملعب رادس بعدد كبير وبتشجع الفريق، لانه خاصه الحين يعني تقريبا الجماهير الترجيه راضيه بنسبه كبيره على مشوار الترجي لحد الان في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات، خاصه وانه ياتي في نهايه الموسم مع الحين التحضير حاليا للموسم الجديد. على كل حال هناك بعض طبعا الانتقادات لمردود الترجي في بعض المباريات، ولكن الترجي الى حد الان يعني يقدم في اداء مقبول جدا ويحقق في نتائج ايجابيه جدا، يعني احلته يتاهل يترشح رسميا للدور الربع النهائي قبل جولتين من نهاية دور المجموعات في انتظار بسيط منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا للسنة الحالية اللي الترجي راهن عليها بنسبة بدرجة كبيرة، سواء كمسؤولين وإطار فني ولاعبين وجماهير. تعرف قيمة لقب دوري أبطال أفريقيا بالنسبة للترجي كما للأهلي كما خاصة للأندية هذه اللي بتنافس دائما على الألقاب القارية. أستاذ علي عثماني رئيس تحرير موقع فوتسكوب التونسي، أولا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة الهامة جدا، وثانيا على التفاصيل الكثيرة التي اختصتنا بها وتحدثت بها طبعا لإعلام جماهير النادي الأهلي باستعدادات الترجي لهذه المباراة الهامة. شكرا جزيلا أستاذ علي. بالطبع جمهور النادي الأهلي في كل مكان محتاج يعرف بقى الاستعدادات الخاصة لهذه المباراة الكبيرة، مباراة في الجولة الخامسة في